خلينا نرحب بالأستاذ الدكتور حازم خميس، رئيس اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين. مساء الخير يا دكتور حازم. كابتن، ازيك يا كابتن؟ ازيك يا فندم، ازي حضرتك؟ يا رب تكون بخير. وحشنا والله. وحضرتك أكتر والله. قبل ما أسألك في الموضوع اللي هسألك فيه، أيضا في كابتن أشرف رشاد حكمنا كان موجود في مستشفى وادي النيل، وأعتقد إن حضرتك كنت متابع لحالته. هل تقدر تطمنا على حالته يا فندم ولا صعب؟ والله مش عارف التفاصيل قوي دلوقتي، عشان ارد على سيادتك ما رجعتش اخر تفاصيل يعني. نعم، ان شاء الله يكون بخير. ان شاء الله، ان شاء الله اطمنا عليه. ربنا يبارك لك يا ان شاء دكتور الله. حازم. ان شاء الله دكتور حازم، بصفتك رئيس اللجنه العليا للرعايه الطبيه للرياضيين، وعرفت النهارده كان في اجتماع ما بين حضرتك والسيد الوزير واللجنه بالكامل، ماذا دار في هذا الاجتماع واخر اخبار ابننا محمد شوقي اللي الكل بيقول ان الحرجه حرجه بل شديده الحاله حرجه بل شديده الحرج؟ انت عارف حضرتك الموضوع يعني توقف القلب في الملاعب ده، انت عارف حاجه ديزاستر يعني. نعم. بس لازم برضو الجمهور يعرف بعض الحقائق العلميه. نعم. نسبه حدوث ذلك من 1 ل 80 ألف الى 1 ل 100 ألف. نعم. معنى ذلك ان نسبه قليله. نعم. اللي ممكن يحدث، لكن هي اللي بيحصل ايه؟ ان ده شاب صغير. ايوه. بصحته وفي مقتبل عمره يحدث له توقف قلب في الملاعب. احنا عملنا اجراءات كثيره جدا، والاجراءات دي طلع بها كتيبات ونشرات الى الانديه والاتحادات ومديريات رياضه في جميع المحافظات. نعم. ومعمول زي ما يكون كده تراك. نعم. اي ملعب هيتعمل فيه اي مباراه. نعم. كره قدم، كره سله، الملعب ده ليه شروط. يعني زي ما حضرتك بتبلغ الامن. نعم. بتبلغ هيئه الاسعاف. الفرق الطبيه اللي موجوده في الانديه دي المفروض تكون مدربه، ثم طلع التعميم ان المفروض توفير جهاز الاي اي دي اللي هو الاوتوميتد اكسترنال ديفايبريتور في كل الملاعب على مسؤوليه الانديه والاتحادات. ومسؤوليه الوزاره ولجانها متابعه هذا الكلام على ارض الواقع. نعم. فتيجي انت بتعمل مباراه، اي مباراه، الانديه الكبيره بامانه كلها عامله الاحتياطات. تمام. الانديه الكبيره اللي في الدوري العام والمنتخبات كل ملاعبها فيها جهاز الصدمات الكهربيه. نعم. كل ماتش جنبيه عربيه اسعاف مجهزه، الاجهزه الطبيه اتعمل لهم تريننج ودورات كويسه. لكن احنا دلوقتي حضرتك عندنا 4500 مركز شباب. نعم. تخيل انت لو اتلعب ماتش في كل مركز شباب في اليوم. تمام؟ في الصيف مثلا. نعم. يعني انت محتاج 4500 عربيه اسعاف مثلا؟ نعم. يعني المسؤوليه مش سهله. طيب الاجراءات ايه؟ اجراءات القيام بعمليات انقاذ الحياه والتدريب على انقاذ الحياه لا محتاجه دكتور ولا محتاجه عنصر طبي. في العالم كله بيتم تدريب الاشخاص العاديين. نعم. في المصانع والمطارات والسكه الحديد والفنادق والمول. فدي اللي احنا عايزين نوصله للناس، ان الناس كلها، انت عارف حضرتك لو لعيب اخونا ربنا يشفيه يعني محمد شوقي ده. نعم. تخيل انت لو حصل توقف في الملعب واللعيبه دي عملت دايره حوالين اللعيب. أيوة. واحد بس عمل مساج للقلب. نعم. دي محتاجه ان انا يعني محدش يعمله خالص من كل الناس اللي واقفه. يعني في حاجه اسمها كده يا كابتن شوبير بذمتك؟ نعم. يعني الناس اللي بتتفرج على اليوتيوب والتمثيليات والافلام والانديه والملاعب بتشوف الموضوع ده ليل نهار، دايره حوالين اللعيب، لعيب ينام فلات على الارض وتعمل كلمة مساج على صدره 30 40 مرة ومرة واحدة تنفس. دكتور